Salatin nusalliha yusalliha muslim fawqal kuratil ardiyyah fahuwa madinun fiha litadhiyatil imamil husayn salawatullahi bani umayya kanu zid bani hashim harabu bani hashim ma tamakkan ba'diyan shafu ma yatamakkanun دخلوا إلى داخل الدين ليحطموا الدين من داخل ومعاوية قال عندما سمع المؤذن يقول أشهد أن محمدا رسول الله قال لا والله إلا دفنا دفنا يعني هذا الاسم يجب أن يدفن ويزيد قال لعبت هاشم بالملك لعب كان كل كذب كل لعب فلا خبر جاء ولا وحي نزل الإمام الحسين صلوات الله عليه بدمائه أنقذ الإسلام من بني أمية فكل مصل يصلي فوق الكرة الأرضية فهو مدين لتضحيات سيد الشهداء لذلك السيد عبد الهادي الشيرازي المرجع المعروف عندما كان يريد أن يبدأ بصلاته قبل أن يقول الله أكبر كان يقول السلام عليك يا أبا عبد الله لعله كان يقال له لماذا كان يقول إذا لم يكن الإمام الحسين لم تكن هذه الصلاة بني أمية كانوا يقضون على الدين كله وكانوا يقضون على النبوات كلها